هي في مكان الله. الحكم تصوير تسجيل الله. جول جول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم النشرة الرياضية المخصصة للعرس الخليجي، بطولة كأس الخليج 23 والتي نستهلها بأبرز العناوين. الأحمر يتأهب لمواجهة الأزرق الكويتية اليوم في مباراة مصيرية تحدد استمرار المنتخب في البطولة أو الوداع المبكر. بعد فوزهما في جولة الافتتاح، الأبيض الإماراتي والأخضر السعودي وجها لوجه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. إلى التفاصيل، يستعد منتخبنا الوطني لمواجهة الأزرق الكويتي اليوم في ثاني جولات المجموعة الأولى، ويسعى الأحمر بقيادة المدرب الهولندي بن فيربيك إلى تدارك خسارة الإمارات وتحقيق الانتصار أمام خصم يدخل هو الآخر من أجل الغاية نفسها وهي النقاط الثلاث. أمسية كروية استثنائية لا تحتمل عناوين متعددة، إما ثلاث نقاط والبقاء مع الجيران أو تعادل يبقي الحظوظ متأرجحة أو خسارة تعجل بحزم الحقائب والعودة المبكرة، فالحدث مواجهة البقاء أو الرحيل للأحمر العماني والأزرق الكويتي بخليج 23، والزمان لن يتجاوز الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، والمكان درة ملاعب الكويت استاد جابر الأحمد الصباح. أما عن التفاصيل فإنها في المجمل فرض واقع الانتصار لرفاق الهولندي بيم فيربيك، لأنما دون ذلك مفاوضات تطيل مدة البقاء حتى آخر مواجهة دون أمل يذكر، فخسارة مباراة الإمارات تحتم الفوز على الكويت، وهي المهمة التي يدرك الجميع صعوبتها، فالأرض كويتية والجمهور كويتي وحالة يطغى عليها اللون الأزرق دون غيره من الألوان، إلا أن الأحمر لن يمشي وحيداً، فالزحف الجماهيري لجماهير الأحمر ستكون أحد الرهانات التي سترجح كفة الأحمر في أمسية بعنوان أكون أو لا أكون. في حين أن عيون منتخب الكويت على النقاط الثلاث أولاً وعلى استعادة الثقة ثانياً ورد الاعتبار ثالث الأسباب، وهو أهم حوافز الجمهور الأزرق ولاعبيه، فلن ينسى الكويتي أمسية السقوط الكبير في الرياض بخماسية أمام الأحمر الذي قدم فيها منتخبنا شيئاً من الزمن الجميل في خليج 22، فالموقف يتشابه بين المنتخبين، فكلاهما خسر الافتتاح، وكلاهما يواجه خطر الخروج، وكلاهما لا يملك خيارات كثيرة غير خطف النقاط الثلاث، وهو ما يجعلها المباراة الأكثر ترقباً من الأنصار والمحايدين. فهل يا ترى ينجح الأحمر من عبور المازق الكويتي؟ وهل ستكون المباراة بداية الصلح بين الأحمر وجمهوره بعد عثرة البدايات؟ عديدة هي الأسئلة تطرح نفسها قبيل انطلاق المواجهة، ولكن وحدها الصافرة القطرية للحكم سعود العذبة من ستعلن منح النقاط الثلاث لهذا أو ذاك، أو ربما تكون شراكة في اقتسام النقاط بنقطة لكل فريق. دعونا نترقب وننتظر.
ما زلنا مع أخبار المنتخب، فقد تحدث مدير الفريق مقبول البلوشي واللاعبان سعد سهيل ومحمد فرج حول تحضيرات المنتخب للمواجهة المصيرية التي تنتظر المنتخب اليوم. الحمد لله رب العالمين، أكيد بعد الأداء الطيب اللي قدموه الشباب في المباراة الماضية، الحمد لله المعنويات مرتفعة، أكيد الشباب كانوا زعلانين بعد المباراة مباشرة على الأداء الجيد وعدم تحقيقنا النتيجة إيجابية، لكن الحمد لله الأداء الجيد وأداء يطمن، يعني مرات أنت ممكن تحقق نتيجة وأنت ما تطمن بالنسبة للأداء، أداء كان جيد وما توفقنا في تحقيق نتيجة إيجابية، لكن إن شاء الله مثل ما تشوف يعني اليومين الشباب يشتغلوا، سواء المجموعة الثانية اللي ما كانوا أساسيين في المباراة الماضية يتمرنوا أمس الصباح، والمجموعة اليوم كفريق بالكامل نتمرن مع بعض، والكل متفائل إن شاء الله لتحقيق نتيجة وأداء في مباراة الغد إن شاء الله. لابد أن نعرف أن المباراة مهمة بالنسبة للفريقين، يعني لمنتخبنا وللمنتخب الكويتي صاحب الأرض، بالنسبة للمنتخب الكل، يعني نتيجة مباراة بكرة فريق يكمل وفريق، فالكل يكون حذر، فالحمد لله وإحنا قادرين يعني مع اللعيبة نوصلهم إن شاء الله بيكون في ذهنية بجانب الذهني واستعداد النفسي إن شاء الله بيكون في أتم الاستعداد بإذن الله. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء الحمد لله يعني يمكن المعنويات كانت جدا مرتفعة، خاصة في آخر حصة عندنا قبل مباراة الكويت، إن شاء الله ندخل مباراة الكويت مركزين ونحقق 3 نقاط. يمكن العتب كان نفتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى، كيف ربما عمل المدرب في هذا النقطة بالخصوص؟ والله يمكن في آخر حصة المدرب خاصة ركز على يعني على الهجوم وعلى آخر لمسة حق المهاجمين، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي كان ناقصنا في مباراة الإمارات وسوء الحظ. إن شاء الله نكون مركزين في مباراة الكويت، مباراة الكويت يمكن تكون شوي صعبة، خاصة الكويت بيكون بين أرضه وبين جمهوره، بس إن شاء الله بهمة الشباب قادرين نحقق 3 نقاط. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعدادات طيبة، يعني بعد ما لعبنا المباراة الافتتاحية اللي هي كانت لنا وللأسف خسرنا بهدف، بالرغم أننا قدمنا مستوى مميز كان ينقصنا التسجيل، والتفكير خلاص يعني صار لمباراة غد إن شاء الله، وراح تكون آخر حصة دربية اليوم، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله للمباراة غد إن شاء الله. تعدى المنتخب حالة الإحباط بسبب خسارة الإمارات، ويتطلع بكل تأكيد معول عليه من قبل الجماهير بمواصلة هذا الأداء والمستوى المميز الذي ظهر به في المباراة الأولى. صحيح صحيح، يعني هذه كرة قدم، يعني ممكن تحصل نتائج سيئة بالرغم أنك تقدم مستوى طيب، بس يعني هذا ما يمنع أن نتناسى المباراة الماضية ونفكر في مباراة اللي هي غد، هي راح تكون مهمة طبعا مع شقيق منتخب الكويتي، راح تكون مباراة صعبة كون أن يلعب مع يعني على الأرض وجماهيره، وبالعكس راح نقدم إن شاء الله كل ما عندنا وربي يكرمنا إن شاء الله 3 نقاط إن شاء الله. للحديث أكثر عن مباراة منتخبنا ينضم إلينا في هذه الأثناء مفيدنا إلى الكويت أيمن بن محمد الفجراني. مساء الخير أيمن، في البداية لو تطلعنا عن التحضيرات الأخيرة للمنتخب قبل اللقاء الهام أمام المنتخب الكويتي المستضيف. مرحبا بك عبد العزيز وبكل المتابعين الأحبة عبر عمان الرياضية وبرنامج والنشرة الرياضية، نطلعكم وما زلنا نطلعكم على كل ما هو جديد فيما يخص بطولة خليجي 23. الأمور ربما مثل ما تابعنا من خلال التقرير السابق حالة من الرضا وأيضا الطمأنينة تسود ربما مشاعر لاعبي منتخبنا. شاهدنا تدريبات بالأمس بحالة معنوية مرتفعة جدا، نتمنى أن تكون هذه الحالة المعنوية والدافع المعنوي والثقة الكبيرة أن تكون حاضرة ومميزة بشكل كبير اليوم في لقائنا أمام الكويت، لقاء الجريحان بكل تأكيد، وبالتالي كلا الفريقان أو كلا المنتخبان مطالبان اليوم بتأكيد حضورهما وتفوقهما وأيضا بالعلامة الكاملة. بالنسبة فيما يتعلق بالاستعدادات الكويتية وكيف هي تبدو الأمور استعدادا لهذه المباراة، معي هنا ضيفي الأستاذ سعد عايد صحفي وإعلامي وعضو باللجنة أيضا الإعلامية هنا بالكويت. نرحب بك أستاذ سعد، ودعنا
نطلع مستويا على كيف هي الأمور تبدو قبل انطلاقة المباراة بساعات قليلة بالنسبة للجماهير، للأمور الفنية، للأمور اللوجستية بشكل عام على استاد جابر الأحمد. يا هلا ومرحبا فيك أخوي أيمن. للأمانة تسود حالة من الطمأنينة أيضا على استعدادات الكويتية والجانب النفسي على وجه التحديد. من حضر إلى اللاعبين أمس وشاهدهم لا يبدو عليهم يعني الضغط أو الرهبة، بالعكس في تجهيز نفسي وإداري جيد، في دعم من الجميع سواء من الجماهير أو من الإدارة أو من الشخصيات الرياضية اللي تواجدت أيضا لدعم المنتخب. الأمور مطمئنة حتى الآن، لكن ساعة الحقيقة في الساعة 8 اليوم بتوقيت الكويت هي من ستحدد كل شيء، خاصة أن الطرف الآخر المنتخب العماني الشقيق قدم في اللقاء الأول أداء رائع ومشرف رغم الخسارة، لكن أثبت لنا المنتخب العماني أن لديه المزيد الذي سيقدمه الليلة. نعم، هل تتوقع أيضا بالنسبة للحضور الجماهيري أن يكون متواجد وحاضر مثل ما تابعنا حضور فاق أكثر من 65,000 كان في المباراة الافتتاحية، هل تتوقع هذا الحضور الذي حضر في المباراة السابقة أن يكون متواجد اليوم؟ التعطش والشغف لا زال في أوجه. قبل قليل سمعت أن الجمهور فعلا توجه للملعب، فالبشائر الأولية تؤكد أن الحضور سيكون لا يقل عن عدد المباراة الأولى، خاصة أن في أكثر من 21,000 متفرج كانوا يعني ما سنحت لهم فرصة الحضور الدخول للملعب، فراح تكون هذه الفرصة لهم اليوم والكل جاي مبكر والليلة راح يتضح كل شيء إن شاء الله. أيضا أنتم هنا عملتم كثيرا فيما يتعلق بهذه المواجهة، هناك وصلتنا أخبار عن وجود مكافآت ربما في حال تعدى هذه المهمة المنتخب الكويتي. نعم، تعلم ويعلم الجميع أن اللقاء مصيري وأن الخاسر سيكون بنسبة أكثر من 90% خارج البطولة، فهذه الأمور الدعم من جميع الشخصيات الرياضية وواجبة، وإحنا يعني متوقعينها من قبل بداية البطولة، خاصة أن الكويت كلها الحين عايشة جو كأس الخليج، فأعتقد أن هذا أمر واجب على الكل، الدعم الجماهيري في المقام الأول ثم دعم الشخصيات الرياضية. أتوقع نعم. مباراة قوية ومميزة، توقعاتك أنت أيضا كإعلامي من حيث ما تابعته وشاهدته من خلال المباراة؟ والله مباراة جدا صعبة، خاصة ما شاهدته المنتخب العماني للأمانة عنده نجوم شباب، يبشر بمنتخب عماني قادم بقوة سيترك بصمة مؤثرة على الكرة الخليجية. توقعاتي أنا متفائل بفوز الأزرق، لكن والله العظيم إذا كانت نتيجة مصلحة العمان فلن نحزن لأن عمان حبايبنا وأشقائنا. ما تكون خماسية هذا المرة. لا لا لا، مو كل مرة. أيمن الفجراني شكرا جزيلا لك. إذا أعود لك عبد العزيز وما تبقى من النشرة الرياضية. شكرا لمفدنا إلى الكويت الزميل أيمن بن محمد الفجراني. أوضح جاسم الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم حول حيثيات الشكوى التي تقدم بها الاتحاد العماني ضد منتخب الإمارات بإشراك لاعب موقوف. وذكر الشكيلي في حديثه لوسائل الإعلام أن الاتحاد العماني لم يتقدم باحتجاج وإنما هو إخطار للجنة الفنية، حيث أن لوائح الفيفا واضحة وأن أي لاعب يطرد في مباراة يتم إيقافه مباشرة في المباراة التالية، وهو ما ينطبق على لاعب الإمارات الموقوف. كما أكد أيضا على رفع خطاب إلى الفيفا للنظر في هذا الموضوع وانتظار ما يصدر منه. حارس المنتخب الإماراتي كان أفضل حارس في خليج. ومن أخبار منتخبنا الوطني أيضا، شدد مدرب منتخبنا الوطني الهولندي بن فيربيك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخب مع الكويت، شدد على أهمية الفوز. غدا مباراة بين فريقين كانا يستحقان على الأقل نقطة واحدة من مباراتهما الأولى، لكن الواقع يقول أنهما خرجا بلا نقاط. المباراة غدا مباراة مهمة وصعبة جدا للفريقين، لأننا كمنتخب عمان يجب أن نفوز في هذه المباراة. نحن نتطلع إلى هذه المباراة بكل صبر. تابعت مباراة الكويت والسعودية وتابعت الجمهور الكبير وتابعت مستوى الفريق،
ولكنني سأكون جاهزا لهذه المباراة. نبقى مع أخبار المجموعة، حيث يسبق لقاء منتخبنا والكويت لقاء السعودية والإمارات. المنتخبان حصدا النقاط كاملة في الجولة الماضية ويسعيان لفض الشراكة عن بعضهما ووضع قدما في نصف النهائي. بعد انتصارهما في البدايات، ها هما يتواجهان من أجل بطاقة العبور، الأخضر والأبيض، وجها لوجه لفض الشراكة والاقتراب من التأهل، هذا بقيادة إيطالية وذاك بأفكار كرواتية. الأخضر ومنذ أن تسلمها من أمير الإنسانية في خليج 16 لم يستطع منذ ذلك الحين من الفوز باللقب، رغم وصوله إلى النهائي في أكثر من مناسبة. المنتخب السعودي أنجز المهمة الأولى ويأمل اليوم في إنجاز المهمة التالية بضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، معتمدا على المؤشر وفلاته في الأمام ومن خلفهم القائد أحمد الفريدي. في المقابل الأبيض الإماراتي لا يقل خطورة ولا أسماء عن منافسه اليوم، فعموري ومبخوت أسماء قادرة على إزعاج أي منافس والوصول إلى شباك الخصم متى أرادوا. المنتخب الإماراتي تجاوز منتخبنا في الأولى ويبحث عن 3 نقاط أخرى أمام الأخضر السعودي في الثانية. مباراة مهمة لكلا الطرفين، الفائز هو أول المتأهلين والخاسر حظوظه مرهونة بما تحمله الجولة القادمة. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. الأحمر يتأهب لمواجهة الأزرق الكويتية اليوم في مباراة مصيرية تحدد استمرار المنتخب في البطولة أو الوداع المبكر. بعد فوزهما في جولة الافتتاح، الأبيض الإماراتي والأخضر السعودي وجها لوجه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. ختام أخبار الرياضة، شكرا لك. الله.